حظك شو معتر يا مروة. تغار وقت اللي بيكون جوزة عصفور طيار. لا ابدا ما كنت هيك بايام الخطبه. بايام الخطبه ما كان عنده سر مخفي. وبعد شهر العسل بشهر بلش يضوي ويطفي. مروه صدقيني قلبي لغيرك ما مال. ايه وبدك مين يصدق انه الكذب مش ملح رجال. عزيزتي مروه انت السبب انت لا 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 لا. عزيزتي مروه انت اللي تغيرتي. يا ريت سمعت من امي. مروة فهميني. فرقت على كلمة. هتاف كانت تتغير أصدقائها مثل ما كانت تتغير في سطينها. بس في واحد كانت تخاف منه كتير. مين؟ شخص غريب الأطوار. ما كان يجي على الكباريه ولا عن يد القمار. كانت طلته علي قليلة وعلى الفيلا بس. كيف شكله؟ قاس الملامح شوي، حكيه قليل. بس كانت تموت رعبة منه. شو اسمه؟ ما بعرف إلا اسمه الأول، ملهم. شو بيشتغل؟ ما بعرف. قلتي لي ملهم اسمه؟ ملهم صافي؟ يمكن. شامم هالريحة؟ ريحة طيبة كتير. ايه خيي لنك
نكون غلطانين بالمكان. سكرتيره وصف لي المطرح مثل ما شايفينه هلا. أقولك ملهم صوفي شغلته حمامجي. قول ريحة الطيب وجو المطرح بيعطوا شعور كأنه حمام عربي. يسلم تمي، أنا هيدا الأمبراسيون. أمبراسيون؟ هيدا هو يلي حسيته من لما ساعة طلينا. إيه بس كلام سكرتيرو على التليفون إيه؟ ما بيوحي بهالشي. يا منير حميني زحط قلبي من محله. ولو يا زكي أفندي شوك حالك سوي. ايه اوكي اوكي بس مش بالعتاب. لما دمعت اقولك دبار ولا ريفوار يا زلمي حاجم هودس بالازايف. تحية معطرة بأريج البخور أحملها إليكم من الأستاذ ملهم. بكل احترام أعتذر نيابة عن الأستاذ، فهو اليوم منهمك بخلوته الاضطرارية، وغدا سيكون بوجهه المشرق وخلاصة موضوع الخلوة. فإلى الغد. شو لسانك طلق؟ يعني زقفت لك بقلبي أكثر من إيدي. مريض؟ لا 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 لا، لكنك متألم يا أخي. أي بشو ممكن ساعدك؟ أنا بساعد حولي بس دليني على اسمع يا أخي، بتاخد خط مستقيم بتعد للعشرة، بتوقف تلتفت عشمالك بيطلع المكان بوجهك. بوجهك المسك ممنون. انتبه مالك. اوكي اوكي بس فلتيني. انحرك سعيد. اهلا بك يا اخي. اخي خيّة، شو حلو هالتعبير، أول مرة بسمعه. أعذرنا، نحن ما اتطفلنا عليكم. قبل ما نجي احكينا مع سكرتير الأستاذ مولهم
وهو قالنا ساعة اللي بتشرفوا بتلاقوا الباب مفتوح، وهيك صار. وبعد ناقص يصير إلنا الشرف بمعرفة السكرتير الأستاذ وجدي. أنا وجدي يا أخي. أنا سمر يلي حكيت معك على التليفون. تشرفنا. ممكن أخذ وأعطي معك بشوية حكي يا أخي؟ بكل سرور. بقى يا أستاذ يا أخي، أنا وجد تحفي تحفي تحفي. قلت ما هي تحفي، هيدي الطريقة الوحيدة حتى نكون فيها مقنعين. وما بيسوى تقنعي إلا إذا عملتيني جدة. طيب أوكي، في عندك فكرة تانية أو حل أحسن؟ الحقيقة لا. طيب ما لك حق، لكن تعارض. وما تنسى إنه البوليس مجبور يلبس مليون وجه حتى يوصل لغايته. هيدي بعرفها، 25 سنة كيعت فيها لصوص والمجرمين، يعني شارلوك هولمز هذا هو ما عنده حيلي. لكن هدي أعصابك يا مستر شارلوك هولمز، وما ينهز بدنك أبدا من كلمة جده حتى نعرف نشتغل. أوكي أوكي. طيب روق شوي حتى نتصفح على الكتب يلي قدم لي إياهم الأستاذ وجدي، تنعرف كيف بدنا نستعد لمواجهة الأستاذ ملهم صافي. روق يا فرج روق. الشغلة كلها مش راكبة براسي. شو بتريد يعني؟ توفر على حالها الخطر والمشاكل، تنتبه لصحتها وشغلها. وبتترك جوزها يضل ملقوح بالحبس ناطر مرسوم قدامه. أنا خايف تودينا كلنا على الحبس بسبب اللي عم تعمله. ليش هي عم تشتغل ضد القانون لا سمح الله؟ جوزها بريء والأدلة بين إيديها، ومن حقها تخربت الدنيا حتى تخلص. يا لبيبي فكري مش مرتاح، وكنت غلطان شات اللي وافق. عبس لو ضويني لك العشرة إلا بدك تعارض تعيش وتاخد عمر المرحوم بيك. إيه لبيبي الحد هون وبس. يا زلمة شو بيك عم تشري المشكلة شراية؟ أنا ولا كلامك المنقص هم؟ طيب روق وخلينا نحكي على الهدى بالمنطق بالعقل. يا بقنعك يا بتقنعني، فيها شيء؟ فيها كل شيء من عدا المنطق والعقل. بتسكتوا انت وبناتك مثل وكر النحل، الله يتطعنوا وتونوا حتى دولبتوني وصرت بنص عقل تفت باللعبة، وما حارق لي قلبي إلا الهبيلي زكي. يا معين يا معين يا معين. تركيني قولك منال، اجتك فكرة هالجينز هيدا دخلك؟ أنا قلت لك مزمرك، ليش ما غيرته؟ هلأ خلص مشي الحول. بس شو كتير اللي بقلك، ايه مزغرك شي 20 سنة ومين رح يصدق اني جدي هيك؟ هيدي منا مشكلة، يا حو دخلك مستر ريغان لما بيلبس كاوبول بتفتكر عمره شي 40 سنة. بس وينك وين؟ وين بدك تروح بوجه المطعج والمكرنش؟ وشو دخل مرحبا بالسلام عليكم وجه مثل وجه لا سمح الله؟ معنات الحكي. يلا انت ناكرزيني وقولي معنات الحكي، معنات الحكي ورجعي خلصي حولك. بعتذر بعتذر يا حضرة الشويش. يلا يلا. انتبه ما بدنا نلفت الانظار علينا. شو بيك؟ البنطلون بيمشني مثل شي ملزمة حديد. ايه الحق عليك مزبوط. قلت لي طيب انا ما قبلت تنحرق. هيدا سكرتيرو من كتر ما هو مهذب تفتكريش صيني عتيق، وبين كل كلمة والتانية بيفقعك لازمة يا أخي. ويا أخي
المدنية الحديثة هو عنوان اللقاء مع الأستاذ الملهم ملهم صافي. وي انتبه لما بدك توقف. اوكي يا أصدقائي، لقاؤنا اليوم يتمحور حول كذبة كبرى مسمات زورا بالمدنية الحديثة. لقد زينوها بالشعارات البراقة وعنونوها بعصر التقدم والحضارة، بينما هي ردة إلى الضياع وقفزة في عالم المجهول. ماذا حل بالبشرية؟ ماذا حل بالبشرية بعد إطلالة المدنية الحديثة؟ فرج؟ يا فرج يرضى عليك، تعال ساعدني شوي. صار مسموح فوت على المطبخ. تسلم لي عينك، ما انت سيد البيت كله. من ايمتى يا زلمه؟ شيل عيونك من الجريده وتطلع فيه لما بتحكي معي. يرضى عليك ما تطلع فيه بالورب، قلبي من الحامض لاوي. قرب قرب، قشر لي كم حصتهم للسلطه. قرب هو اللي وصلها لنهلة راشد. كيف؟ لازم احكي معك. مين المرة اللي فلت؟ وكيف يعني يومين؟ لوين راحت؟ فؤاد ابن نهلة. لأنا أمك. ما بتستاهل تنزت بزر ورد. أكيد في شي غلط. لازم نتحرك بسرعة عادل. يعني هي ما بدها حدا يخبر، يعني خلص. ما تعملي حالك ما معك خبر بشي. ما حدا قدر يعرف عنا شي. نساء في العاصفة الجزء الثاني، يوميا الساعة 6:30 المساء على شاشة تلفزيون لبنان. كان الإنسان ينعم بالمواد الغذائية الطازجة من خضار ولحوم وفاكهة، أما اليوم وبفضل المدنية الحديثة التي أنعمت علينا بالمعلبات المستوردة، أصبحنا نأكل السموم الكيميائية مع كل وجبة طعام. يسلم تمك، صرنا نشتهي حبة البندورة البلدية. بالأمس كنا نربي الطيور الداجنة على أيدينا، أما اليوم فبكبسة زر يخرج الصوص من البيضة، يعلف اصطناعيا وسرعان ما ينمو فيذبح وينتف ويخرج من الآلة مغمسا بالجراثيم جاهزا للأكل. قول يا حبيبي فراريج مشوية. كانت الأم بالأمس تغذي طفلها من خير صدرها،
أو على الأقل من حليب بقر خال من الغش. أما اليوم فصارت تحشو معدة ولدها بحليب بودرة مجففة. مش شيء قليل ولدها الأيام عم يطلعوا خسعين؟ كل شيء في هذا العصر يا أصدقائي، كل شيء بات يهدد الصحة العامة بفعل السموم الكيميائية وخطر الآلة. استلمت أمك الأراضي الزراعية، الأنهار، البحار، أصبحت كلها ملوثة بفعل إفرازات مصانع المدنية الحديثة. كلام مثل الذهب. إن تجار المدنية الحديثة جعلوا من مصادر الطبيعة سلعا ترهق كاهل الإنسان. مياه الشفا، مياه الشفا أين هي اليوم؟ أين مياه الينابيع العذبة؟ عبوها بالأنانة واللي ما عجبه يبلط البحر. وإلى صفحة أخرى من مآثر المدنية الحديثة لنرى ماذا فعلت الآلة في هذا العصر السيء. في شي واحد من اللي كشفته مروة طلع نظيف؟ وشو بده يطلع من شوقة أمر شي غير ناس مهريين أخلاقيا واجتماعيا؟ ايه، ولهالسبب لازم تكمل على البقيين. أنا مقتنعة إنه واحد من اللي مسجلين بفكرة هتاف شقرة هو الآلي. مع إني متفق معك بهالنقطة، بس كنت بفضل مطاردة هالأشخاص تكون محصورة بالبوليس. وزكي أفندي شو؟ فشي. بدي أعرف ليش حاطت هالزلمة بحندوق عينه؟ لأنه مش مليلي عيني. أنا هلأ ساكت لما تقولي أنت وبنتك عم حط القصة بالدواليب، بس ماني راضي أبداً 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 على اللي عم يصير. وتأتي وسائل النقل لتحكم على الإنسان بالبلادة والتنبلة والمرض وقصر العمر. إيه والله، صار الواحد بده سياره من أوضة النوم لصالون. وماذا نقول عن حوادث الموت السريع في الطائرات القدرية أو المفتعلة أو المدبرة؟ إيه، والشاطر يعرف مين دبرها. أيها السادة، لم يعد أمامنا إلا التصدي لأخطار المدنية الحديثة وأسيادها المتاجرين بحياة الشعوب بأساليب جهنمية مدروسة وتحت شعارات وعبارات براقة طنانة رنانة، ظاهرها خير وباطنها شر خطير يصب في النهاية في خانة الجبابرة ومصانعهم التي ترسل لنا السم المعلب لنأكله ولعب الدمار كي يقتل بعضنا البعض. لماذا؟ لأننا في نظرهم مجرد أرقام لا قيمة لها إطلاقا. حلو حلو حلو، نظرة واقعية على ما يجري اليوم في البلدان التي كانت تنعم بالثروات الطبيعية والأمن والسلام، تعطينا فكرة واضحة تؤكد لنا كيف أن عواصم القرار جعلت من نصف الكرة الأرضية براكين متأججة تستنزف مواردها الطبيعية ثمناً لآلات الدمار وشركة الجبابرة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عين علاك يا أستاذ كافي يا أستاذ. اعذرنا يا أستاذ، نحن سبب هالضحك. جدي تحمس لهالكلام البليغ وصار معه نكسة ببنطلونه. أما صفحة الختام في مآثر المدنية الحديثة فهي قمة الشرور، قمة الشرور. تصوروا إنسانا ما مسؤولا عن إدارة شعب ما وهو مخلوق من طينة اصطناعية. هاي ما فهمت. إنها بدعة الأنابيب التي صارت تنجب أطفالا. يا لطيف، هذه سخرية القدر. أين العواطف البشرية؟
أين الحب؟ أين التفاعل الطبيعي بين الناس؟ هذه كلها صارت بدون معنى بفضل المدنية الحديثة. ونعود إلى القول المأثور: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. والسلام. يقولون عن هذه الجثة التي وجدت إنها لفتاة كان إدموند مغرما بها إبان الحرب، وأنها عندما قدمت لزيارة الأسرة تبعها زوجها الغيور وقتلها. تختخوا عيني وأنا أقرب هالكتب البوليسية، نسيت شغلي وحالي وأمي وبي وكل الناس. إلا أنت يا ماهر، أخ من جنسكم أخ. ولك بدي أعرف شو كنت شايف بهتاف شقرة أحلى مني حتى وقعتنا بهالمصيبة. يلا، ما اسمك إلا جوزي ماهر. دعيلي حتى يطلع ملهم صافي هو القاتل تأخلص وخلصك. بونجور ماما. ما تكوني مرابصة ماما. بالعكس، هيدي أول مرة بحس إني بكامل وعي. فهميني يا بنت شو عم تعملي؟ خلص، من اليوم ورايح ممنوع دخول المعلبات على الباب. الله روحة بلا رجعة. هي من يوم ورايح ما بقى بدي اقطع المعلبات والمأكولات والخضار الكيماوية. هي حتى السيارة ما بقى بدي امشي فيها الا للوقت الضروري. هو في احلى من المشي؟ احيا استاذ ملهم اح. معه حق يا ماما، لازم الواحد منا يرجع للطبيعة بالاكل والشرب وكل شيء. طيب طيب وطي صوتك احسن ما يوعى ابو مندر. ليش البابا بعده نايم؟ ايه ليش ما نبهتيني من الاول؟ مش انا ضل عندي انتباه بعد ما شفتك عم تجردي هالمطبخ. المهم شو فهمتوا عني؟ ماني شايفه رح يطلع شيء من ملهم صافي. رجل قيم ومثل، يعني شو بدي خبرك؟ فيلسوف. وشو هالفيلسوف اللي كان صحبي مع وحده مقطعه موصله مثل تاف شقره؟ ما بعرف، بس من بعد ما شفته وسمعت كلامه ما عدت ابدا اقدر احطه بدمتي. رجل علم واخلاق مش معقول يقتل. شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ لك شيء؟ اطلع؟ لا 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 لا، انا من يوم ورايح بطلت اركب سيارات، بدي ركز على المشي. ها حلو كثير، وأكيد بدك تصير نباتي وترجع للطبيعة. لو بتعرفي شو كان عندي معلبات بالمطبخ وكروكيب كلها وديتها على بلدية بيروت الممتازة. ورغدة عملت حفلة وحفلة للمطبخ. عفوا، هيدا الأستاذ ملهم علمنا على مبادئ حلوة كتير. قولك هو عم بيطبق هالمبادئ؟ أكيد. أوام أخذك الكلام المدوزن يا شويش؟ ولو ما كنتي أنت متحمسة أكتر مني.
حتى الفت له نظره وش اكثر. المهم بتطلع ولا بنزل؟ بدي خبرك عن اخر المعلومات. لا انزلي بنحكي بالبيت على رواق. طيب الله روق بدي صفى السياره. قبل 48 ساعة من مقتل هتاف كان هو وياها واثنين أجانب عم يتغدوا بمطعم المطار. صار في بيناتهم حكي ملغوم ومش واضح. المناقشة انتهت بخلاف. هو تاني يوم سافر على اليونان والتالت يوم هي انقتلت. وبعد 24 ساعة رجع ملهم على البلد. شو رأيك؟ معلوماتك بتقول انه ملهم صافي الوحيد من معارف هتاف شقرة اللي ما كان يروح لعنده على رند القمار. اوكي؟ اوكي. ولا حتى على الشاليه تقريبا، مزبوط؟ مزبوط. تحفة. وهيدا معناه انه ملهم لا كان مقامر ولا مغروم بالرح تطلع، بس هلأ ما بيجوز علي الا الرحمة. سبحان الحي البي. تنرجع لموضوعنا. نرجع. شو سر علاقة ملهم بهتاف طالما لا كان مغروم ولا كان مدلوق على طاولات الخضرة مثل ما كان جوزي الله يسامحه؟ سؤال وجيه. ومين الشخصين يلي كانوا معهم بالمطار؟ موجودين بين اللي عم نشوفهم بقاعة المحاضرات أو لا؟ كمان سؤال مهم. إذا كان لا فإذا وينهم؟ وليش كانت المرحومة قبل آخر أيامها تمضي وقت طويل بمكتب ملهم وبحضور هالشخصين؟ أنت السبب وأنت صاير مثل جحا ما بيقدر إلا عخالته. يا لبيبي ما بيجوز يستمر الوضع على هالشكل. من الأساس ما كان لازم توافق. ليش أنتو تركتولي مجال فكر؟ شو ما فكرت بدك ترجع تمشي معنا، لأنه ما في غير حل يوصلنا لنتيجة. عبس عبس أنت تحكي معك مثل عم يغني بطاحون، بس أنا مش رح طيبلك من اليوم ورايح. بيقولوا الإنسان يحترم من خلال احترامه لمواعيده. إيه؟ وبيقولوا إنه الموعد مع إنسان محترم لازم يحترم. الذكاء مهم جدا بالنسبة للمرأة. وبعتقد هيدا كان سبب إعجابك بالمرحومة هتاف. فعلا كانت إنسانة مميزة. قربت شبه من شخصيتك. عم بتخجلني؟ لا أبدا. أنا هيك شفتك من بعد المسافة القصيرة من عمر معرفتنا. تفضلي. شكرا. عم بتضيع وقتها. وأنا هذا رأيي. إنسان عايش للعلم وخدمة المجتمع، مش معقول لا يقتل ولا يشارك بجريمة. قولي هالنقطة تفهمنا عليها، بس بدل موضوع تغطيسه بالجريمة. كيف يعني؟ يعني احتمال إنه يكون في علاقهم بين من قبل جماعة مقربين له وهو يغفر لك الله. هيدي فيها معقولية ولها سبب تركت تكمل. بس مش لوحدة يا زكي أفندي، أنا خايفة لتسكر مع البابا وياخد قراره. قرار شو؟ يوقف كل هالشغل يلي عم نعمله. مع العلمي وافق وخلص. ايه رجع بطل. كل ما تحدثت معك يا أستاذ بكتشف سر إعجاب المرحومة بأفكارك. متأثرة كتير بهتاف؟ في صلة نسب بيناتكم؟ لا، بس كانت صديقة مهمة كتير. كان إلها الفضل بمعرفتنا وكانت تشجعنا حتى نصير من تلاميذك. ويا ريت عاشت وشفتنا عندك. هتاف وصلت لموقع ممتاز، كانت مؤهلة تلعب دور كتير كبير لو أنه القدر أعطاها فرصة من العمر. الدور من أي نوع؟ طبعاً ما له علاقة بنوادي الأمار وما شابه ذلك، بالعكس كانت مؤهلة لخدمة المجتمع والإنسان بصورة جديدة تماماً تلغي صورتها السابقة كلياً. أستاذ شو رأيك باللغط يلي صاير حول موضوع اغتيال هتاف؟ مثلاً؟ بيقولوا إنه القاتل الحقيقي مش ماهر المحكوم إعدام، وبيأكدوا كلامهم بدليل ملموس وهو محرمة القاتل يلي لقيوها جنب المرحومة هتاف وعليها أول حرف من اسمه ميم أو أم. ميم
أول حرف من اسم ماهر أو ملهم. طبعاً أنا مش من أصحاب هالرأي، بس بعد ما تعرفت على حضرتك وفهمت جوهر شخصيتك الإنسانية كان المفروض فيي أني خبرك شو عم ينحكى، خصوصي أنه اسمك ورد بالحكي بالنسبة لحرف الميم مثل ما سمعت. طيب المحرمة ما سمعنا عن شيء ولا قرينا عن شيء بالتحقيق مع ماهر ماهر مثل ما عرفنا عن المسدس والسندات والتشيكات يلي اعترف فيهم صراحة، منشان هيك المحكمة حكمت عليه بالإعدام. ايه مزبوط، لأن المحرمة اتاخدت من حد هتاف قبل ما توصل الشرطة وتكمش ماهر ماهر. غريب. بيقولوا انه ماهر ماهر ضحية مؤامرة بالغلط، لأن يلي وصل قبله على الشاليه سمع ماهر عم يحكي على التليفون ويقول لهتاف جاي لعندك، وهذا معناه انه في شخص قبله قتل هتاف وهرب. مين عم بيقول الحكي؟ ناس من طرف المحكوم. وليش ما قالوا هالحكي قبل الحكم؟ هيدي النقطة المش واضحة بكلامه. بالحقيقة أنا مستغرب اللي عم بسمعه، وبعتقد إنه هالكلام مجرد سرسرة مش أكتر، لأنه المحكمة قالت كلمتها. على كل حال هتاف خسارة كبيرة، ويمكن أنا وحدي انصدمت بموت المفاجئ. ودق التليفون وقطع لنا الحديث. شو بتقول يا سيد فراج؟ وقفوا لي هالمهزلي بقى. بابا مثل اللي عم يفتش على نقطة مي بالصحراء. ومع هيدا وكله لازم تكمل، وإذا ما كملت بيروح جوزي من بين إيدي يا بابا. مزبوط. أنا بقول لو منأكس عمولها مصافي بالوقت الحاضر ومنلحق ميم غيره من ممات المرحومة بيكون أفضل، لأن أكيد فيلسوف اجتماعي من هالنوع مش معقول يكون مجرم. مزبوط. ويمكن عن طريقه نوصل للقاتل كمان. مزبوط. أنا ما حدا رح يطلع لي السكري غيرك أنت وغير معزوفة هالمزبوط. مزبوط. يا فرج ولا كلمة أنت. لا هاي تخنتك. مش فارقة معي، هيدي بنتي وأنا مسؤول عنها. وأنا مش أمها يا فرج. يا ماما أنت تركيني كمل. ولا حرف أنت. بابا ما بيصير إلا على خاطرك، بس أنت خد واعطيه شوي. ما هو مشكلته بده ياخد ما بده يعطي. مزبوط. هيدي نقطة الخلاف بيني وبينه، مع احترامي لرأيه. رؤي يا سيد فرج، وبعطيني فرصة صغيرة، وبوعدك اني ما بتركها فشخة لوحدة يا فرج. ايش؟ فرج حلف؟ هذه هي الإرادة الصلبة. وجدي ينام نوما عميقا منفصلا عن ذاته، وهو يبرهن لنا عن قوة الإرادة عند الإنسان. وفي هذه الحالة فهو سيد نفسه. كفى يا وجدي. لكل فرد منا إرادته. هناك الإرادة القوية والإرادة الضعيفة، هناك الإرادة المسلوبة أو المتلاشية، وهناك الإرادة الجبارة. هيا بنا الآن لنقوم بتمرين يجعلنا نسيطر على إرادتنا القوية. هيا اجعلوا حركة اليدين هكذا مع التنفس. احنوا رؤوسكم هكذا، أغمضوا عيونكم، ركزوا تفكيركم جيدا، انسلخوا عن الوجود الآني لكي تنجحوا كما فعل وجدي.
ليدخل كل منكم في ذاته. عيدي ما فهمتك. طب مش عليا. أوكي. أنت تحس؟ إذن أنت موجود. أنت موجود. إذن أنت تملك إرادة الفعل والقرار. هيا هيا كونوا أقوياء، ليمسك كل منكم بضعفه وتردده ويصدر الأمر لإرادته القوية لتنفذ له كل ما يريد. هيا هيا كونوا أقوياء عمالقة. أيقظ الطاعة من غفوتها وحرضوها على كل من يعمل لهلاك الإنسان. اسم الله عليك يا أستاذ ما أحليك. يعني بتخلي الواحد يحس إنه عم يخلق من جديد. يا ريتني تعرفت عليك قبل هالعمر. العمر مش بعدد سنين يا سيد زكريا. الحقيقة يا أستاذ إنه جدي صار من أشد أنصارك. لو بتشوفني بالمشي والأكل ما أحليني. من وقت اللي تعرفت عليك يا أستاذ قررت إنه أرجع للطبيعة 100%. ممتاز ممتاز. وما رح فوت ولا جلسة من جلساتها. والفضل طبعا كله بيرجع للمرحوم يا جدو. طبعا جدو، سبحان الحي البي. شخصية غريبة. ليش انت قليلي أزغلل عيني وأنا لحق نظراتك ونظراته. يا شويش خليك شويش. وكلام بيك المسم وأنا بروح فيه. ومن إمتى صاير بتتأثر بالكلام؟ من وقت اللي صرت خاف عليك. وأنا شو؟ ما إلي حق خاف على مصير إنسان معلق برقبتي ورقبته ناطرة حبل المشنقة؟ حجتك قوية. ما عم أقدر لك. مع إنه أنا مكحكح الحجج بذكائي وبعد نظري. فإذا خليك مثل ما أنت وما تحسسني إنك صرت ربو. لا 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 ما بسمح لك فيه أبدا. ها إيه بعتذر. وبدك تسمحي لي باعتذار تاني لتسميتي زكريا. مرات الكذب البيضة بتفيد يا شويش. بعتذر. عندي إحساس إنه القاتل مخبى ورا ملهم إن كان بمعرفته أو لا. وجدي بدي معلومات أكثر. حاضر. اهتمامه بموضوع هتاف مش عادي. بعدين إذا كانت غايتها مجردة من أي هدف بيكون الأمر طبيعي. هتاف كان من أنصارنا واغتياله خلى كل إنسان بيعرفها موضع شك لغاية ما انحكم ماهر ماهر. صحيح. هي بتقول إنها من صديقاتها. هذا اللي خلاني يكون على حذر لأنه هتاف ما كان عنده أصدقاء. بعدين إذا الرجل كان فعلا جدا وإذا اتضح لنا إنه اهتمامه بموضوع هتاف ما له أي خلفية ما في مشكل مستمر معه. إنما إذا كان الموضوع مختلف. تفضل الحاج. سبقني لاحق. هلا وصلتك بالرجعة. شو رح تعمل؟ ما تخافي علي، دل امشي امشي بس اتعب بلاقي لي سيارة توصلني. قولك رح تلاقي كل اللي بدك اياه؟ اكيد. هون الفواكه والخضرة والدجاج
بلدي، لا سموم كيميائية ولا تفقيس مكانات. يعني فلسفة الأستاذ ملهم تعبت فيك منيح. فلسفته ما بتخوفني، المهم شخصيته الغريبة ما تتعبى فيكي. ها، ما قلنا يا شويش خليك شويش. قلنا. وقوين بطلنا؟ نص على نص، لأنه كلام بيك قعد بالنص. يلا يلا. لوين؟ بك شي؟ فكري غير فكري وروح معك، لأنه وعدي لأبوك عم يحر فيني. يعني بطلت تسميني اخت الرجال؟ لا مش هيك، بس سبحان العطي أنا غير شكل، يعني وجودي له أهميته. معك حق ومعي حق. هيدي ما فهمتك. كل شي بوقته حلو. أوكي الله معك. انتبهي على حالك، أنا ماني معك، انتبهي. من دون تقطعه لف ودوران، لوين راحت؟ لعند ملهم صافي. زكي رحمة؟ لا لوحدة. لا شو؟ يا فرج يا فرج، الله يفرج علي تأخلص من هالمسخرة. تفضلوا، رجعت حليمة عادتها القديمة. جديدي قديمي ما حدا إله شغل معي. رغدة. نعم بابا. روح اندهيلي شارلوك هولمز العائلة تشوف. خي شو بدنا بالحكي، ما في احلى من الزرع الطبيعي. عجبتني هالشغله بدي اعملها بالجمعه مرتين. قبل موجة المدنية الحديثة مثل ما بيحبوا أرباب الآلي يسموها، كان الإنسان يتصرف مع الطبيعة ببساطة وبدون عقد وقدر يكون سعيد. صحيح. الصناعة هي مرض العصر، مصدر تخلف، بعكس الدعاء المتفقين على تدمير الإنسان بأنه ظاهر التطور حضاري. إذا أخذنا الصناعة يلي عم تقتل الإنسان بوسائل مختلفة مثل الأكل المصنع أو لعب الحرب والدمار، منلاقي إنه معك حق مليون بالمية. بس كمان ما منقدر ننسى أستاذ فضل الصناعة والاختراع يلي نفذت أفكار العلماء وعطت البشرية أشياء مهمة ومفيدة مثل الكهرباء، الدواء والتليفون ما تنسى التلفزيون. قليلي شو عم بيعطي برامج عظيمة، بكفيك نشرة الأخبار. روحك حلوة كتير. مش أكتر من المرحومة. أنت غريبة الطبع، يعني كل ما تحكي 9 كلمات العاشرة لازم تكون هتاف؟ لأن موضوعنا بخصوصها بعد ما اكتمل. صداقتكن قديمة؟ متوسطة، لا قصيرة ولا طويلة. أستاذ ملهم أنسة سمر، شو هو على المظبوط اللي بيهمك من الموضوع؟ براءتك من اللي عم ينحكى عنك. لهالدرجة بتهمك براءتي؟ ما فيك تتصور يا أستاذ قديش أنا معجبة بشخصيتك وعلمك، وكتير بيهمني يكون مثل السيف بوجه كل شخص بيجيب سيرتك بغير الاحترام. عم تعطيني أمل كبير يا أنسة، ما بخفي عنك شعوري. الحقيقة بعد ما كونت عنك فكرة شاملة، بس صار عندي نوع من الاعتقاد بإني شفت فيكي شخصية هتاف الذكية اللي عطتني الأمل بإنك رح تكوني البديل الأكثر حماس، مش بس للعمل الاجتماعي إنما لأشياء تانية كتير مهمة أنت مؤهلة إلى أكثر من هتاف. أشياء من أي نوع؟ بفضل ما نستعجل الأمور، خلينا نتعرف على بعضنا أكثر.
عن منتجات الغذائية الوطنية هو الثالث بعد مصنعي النسيج والأخشاب، والشرطة تطلق القبض على مشبوه. وهم يطلع من مشي على قولتك. رزق الله عيمي أنا وقت كنت كمش البلد بإيدي هيك. لك عشاك إيه؟ واللي بيسمعك عم تحكي بيصدقك. معذور معذور، ما لحقت تعرفني مزبوط. ولا بدي الحق، تفضل جنابك الحقني بافكارك وخربت لي الشغل اللي عم تعملوه. طيب هلا شو دخل هيدي بهيدي؟ عجبك؟ يا عمي شو هالعلقه؟ مزبوط. وبعد مرات بقول لحولي انا يا عمي شو هالعلقه؟ مقت الهتاف بعده حديث الناس، مع انه موجة تفجير المصانع شغل البلد. هتاف بحياته ومماته كانت وبعدها متألقة. حبيتها كثير أستاذ؟ طبعا. كنت تغار عليها؟ كنت خاف عليها. وبيقولوا خوف الحبيب على الحبيب منتهى الحب. هو صحيح، بس حبي لهتاف كان حب مشترك لعمل اجتماعي معين. هلا بعد في شيء بتحبي تسألي بالموضوع؟ ما في إحراج؟ لا أبدا. صحيح اختلفت معه قبل اغتياله بيومين. مين قال الحكي؟ الشخص شافكم بمطعم المطار وكان معكم اثنين أصحابكم. هو صحيح، بس ما كان خلاف بقدر ما كان حوار مسؤول حول موضوع عمل مشترك. معقول؟ شو هو؟ مش عم بقدر صدق انك بتهتم بالاعمال اللي كانت تديرها المرحوم هتاف. وظنك بمحله. انا رجل مبادئ بتتعارض مع المقامره وكل اشكال اللهو، لكن العمل الاجتماعي المشترك كانت الغايه منه تخليص هتاف من حياتها اللي كانت عايشتها حتى تاخذ مكانتها ومركزها. سؤال، يوم مقتل هتاف وين كنت حضرتك؟ بمهمة ثقافية خارج البلد. بتحبي تشوفي جواز سفري؟ العفو، بترجيك ما تفهمني غلط. لا لا أبدا أبدا، وبحب أكد لك أني أنا رجل ضد العنف بكل أشكاله. ومرة تانية بقول لك ما حدا خسر بموت هتاف أكتر مني أنا. ألو؟ شو هالحكي؟ من بعد ما استلم المخابرة حسيته مبلع وتغير لونه. ايه بس ضل ماسك أعصابه. ايه؟ قلت أكيد كمشني، صار قلبي إيدي 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 وركاب يسكه. شوي قال لي سيارتك معيك؟ ايه؟ أنا قلت له إيه؟ إيه؟ قال لي سبقيني بدي أوصل معك مشوار. قلت له لوين؟ قال لي لا لا، ما قال لي، ما ترك لي مجال أحكي أكتر، قال لي على الطريق منحكي. تركته وطلعت من المكتب هو عم بيفكر منه على بعضه. أنا وطالعة مين شفت؟ مين؟ شفت وجدي راكض لصوب المكتب ولاحظت حركة مش طبيعية. قول وصلت على السيارة ودورتها وقعدت فكر شو بدي أعمل وشو يلي جد حتى طلب مني هيك. شوي خطر ببالي شي خوفني، ما لقيت حالي غير مشيت وكأنه حدا عم بيقلي روحي روحي. زمطي من خروم الشبك مثل الحلم يا زكي أفندي، بس شفت سيارات البوليس طبوا فركتها. أوين؟ عبوهم كلهم، ما نفد منهم غير واحد حسب ما فهمت. إيه يمكن هذا اللي حكي معه على التليفون. معقول؟ طيب فهمت ليش كمشوهون؟ لا، معتنين على التحقيق معهم، بس مثل كأني شمات ريحة شبكة إرهابية. على كل إن عبكرة منعرف كل شيء. يا دلكم لبيبي لبيبي لبيبي. ايه خير ان شاء الله. تفضلي شوفي ملا كرشي وانا فيها. ملهم صافي رئيس شبكه ارهابيه عم بتفجر مصانع بالبلد.
طلع علساني شعر انا ونبهكن. شو بيضمن لي انه مروه ما رح توقع بالفخ؟ عجبك يا ست؟ بنتك عم تقابل زلمه ارهابي، وهيدا معناته انه بيتنا رح ينفجر فينا، وهيدا كله بسبب تصرفك انت وشارلوك هولمز العيله. في اللحظة التي طوقت بها عناصر الشرطة مركز ملهم صافي، كان هو في الخارج يحمل حقيبته ويحاول الهرب بسيارته. منيح اللي مشيتي، وعلى كل منتظر يبعث ورانا. أكيد أكيد، كل شخص كان يتردد لعند ملهم مش رح يفلت من التحقيق. بس نحن مغطيين، ما تخوفي. مغطيين بشو؟ أولا قلنا سوابق مشرفة بقصة مرشد السرور ومطيع فلفل. أي ثانيا انا لا شو اسمي زكي. هي ما فهمت. انا عالسكت عطيهم خبر عن كل تحركاتنا، يعني ما رح يكون لهم معنى غير كام سين وجيم على الماشي. تسلم لي تسلم لي، دايما عندك بعد نظر. ولو طيب فهمت شيء اكثر من اللي مكتوب بالجرايد؟ تقريبا. مثل شو؟ ملهم صافي ماجور الى جهات اجنبيه. والهدف؟ الهدف منه له وجهين حسب استنتاجي. شو؟ ممنوع حدا يكبر أكثر من حجمه. يعني أرباب المصانع الأجنبية بيبيعونا معدات تنبني مصانع وبيرجعوا بعدين بيمسحوها تنشتري غيرها ونبلش عن جديد. يسلم تمك. ملهم صافي وغيره من المأجورين الصغار بيتخبوا ورا الشعارات وبينفذوا أوامر معلمينهم الأجانب الكبار. مزبوط. عامل من مركزه وعلمه مصيدي لهالمساكين. كتير كتير الواحد لازم ينتبه من هيك أشخاص. مزبوط. يلي كان يقوله ملهم صافي مش صعب على أي شخص يتعلمه من الكتب ويقوله، بس المهم اللي عم يسمع ما يتاخد بالشعارات. كمان مزبوط. ما بتفتكر هتاف شقرة كانت وحدة من هالعصابة وصرفوها بعد ما اختلفوا معه؟ هيدا اللي بدنا نركز عليه. مين؟ يا دلي على حظك شو معتر يا مروة. عزيزة